هل إملاص المرأة هو الإجهاض؟ وهل الجزاء يكون في العمد وغير العمد؟ هو الإجهاض، الإملاص هو الإجهاض أو الإسقاط، كله سواء. والعمد غير الخطأ، إذا قصدت أو قصد الجاني قتل الطفل يصير هذا عمد، أما إذا ما لم يقصد، إذا لم يقصد هذا فهذا خطأ. نعم. صلى الله عليكم. يقول في تتمة سؤاله: وإذا كان إبقاء الجنين في بطن الأم فيه ضرر عليها، إذا كان إبقاء الجنين في بطن الأم فيه ضرر عليها، فهل يجوز إملاصه؟ هذا لا بد أن يقرر 4 أطباء ثقات أن بقاء الجنين خطر على حياتها، فإذا قرروا أن بقاء الجنين فيه خطر على حياتها فإنه يجوز إجهاضه إبقاء على حياتها. أما بدون تقرير طبي من أطباء معتبرين فهذا لا يجوز الإقدام عليه. نعم.